باش نسبقوا اول حاجه ليكزارسيس نتاع سيونس لي فيت اللي هما عندنا ليكزارسيس 12 من بعد ليكزارسيس 13 من بعد 14 ومن بعد 15 من بعد نواصل بيه ليكزارسيس 12 شعبيك en utilisant les chaînes CH1, CH2, CH droit, donnez pour chaque cas la chaîne résultante. Donc, il y a CH1, qui est le mot un message la heavy 12 et je vois ou là quel message l'on déjà ouzou hamel. Oui, nous sommes dans le cours, dans l'écrit science, troisième science, comment nous sommes شنو هما الاخرين في السيونس دو روا يا جماعة شكون يفكر هي سيونس ماشي مسجلة شنو اه 17 و 16 بي يعني 16 هذا 16 18 بي امريكا je dis que l'exercice 16 sur l'affichage. Pour chaque instruction, donnez le résultat affiché sachant que CH égale la chaîne puce ou X égale 5 sous-titres. Donc, article là, je vais l'instruction algorithmique, article écrire ou heaven. On va dire que le résultat est affiché à l'écran. Je vais aller. Mais, de l'ouahde, je vais faire un كيفاش لا دابا ما خدامين عمي ما اللي حضر انا اخر سيونس ما تسجلتش اللي كانش نعاود فيها الكاتريم سيونس ما تسجلتش اللي كانش نعاود فيها بي لهنا شبيلك قالك اكرير بونجور باهي شولنا نحنا الاكرير تاعنا تعمل لك افيشاج على الإكران إيش معنى أفيشاج على الإكران 20-21 خلنا نبدو من هنا وكان كم إكرير بونجور إيش تعمل لولا إكرير يعني رأينا إيش نعمل أفيشاج في تلقى كلمة أفيشاج في إكزرسيس يقولك أفيشي راني نقصد بها الانستريكسيون إكرير معناها راني لازمني نكتب إكرير إيش معناها أفيشي معناها أنت راه في الإكران عندك الإكران تاعك فارغة باش تفيشي فيها حاجة ميساج ولا فالور ولا حاجة لأن إيش قالك أفيشيلي إكرير كلمة بونجور كيفاش عرفت باش نفيشي كلمة بونجور لأنه عمل هو الميساج نتاعو بونجور حطها أون توب دو كود دونك هذاك باش تفيشي كيما هو إيش معناها تفيشي كيما هو وين تلقى ميساج محطوط انتر دو كود والا انتر سامبل كود تفيشي كيما هو دونك باش نمشي للايكرون نافيشي شنو هو الكلمة باش نافيشيه باش نافيشي كلمة بونجور واضح يعني كيما هي باش تافيشيها على الايكرون باش نبدل فيها حد شيء هذه هي الاولانية الثانية اكرير اكس لهنا الاكس لازمني نعرف ونرجع للدينونسي لهنا الاكس شغلنا فيها من الاول ها هي فيها لا فالور 65 باهي دونك كي تعمل انت اكرير اكس وما تحطيش انتر دو كوت يا جماعه لهنا ما حطيتيش شفت الفرق ما بين الاولى والثانيه ما حطليش الاكس انتر دو كوت كان حطيلي الاكس انتر دو كوت تفيشي كيما كلمه بونجور تفيشي الاكس مي اذا ما حطليش دو كوت اش معناها معناها امشي للفاريابل اكس هذاك شوف شنو قصته في شيء في الاكزرسيس ديالي راهو الاكس فوسطها 65 هاي كي نرجعو للنونسي اكس ايكال 65 دونك على الاكرون شنو باش يفيشي باش يفيشي لي الفالور 65 واضح هادي هي الثانية بالنسبة للثالثة عندنا منهم الزوز لولا شفت ما حط لك ميساج اونتر دو كود لك البونجور والثانية حط لك فاريابل من غير دو كود في الثالثة حط لك ميساج اونتر دو كود اللي هو شنو لو كود دو ا ايغال ا وين اونتر دو كود اش معناه معناها هذه راني باش نكتبها على الاكرون كيما هي كيفاش باش نكتب لو كود
de A إيجار. وشفت لهناش عمل من بعد عمل برجيل إكس. إيش معناها برجيل إكس؟ معناها راو الصي اللي يسجلوا لين يوفا من بعد هالبرجيل، يعني عندك فاريابل مش تفيش الكونفينيتير. علاش؟ لأنه الإكس ما حطلكش الكونفينيتير لهنا، الإكس ما حطوش أنتر دو كود، كان حطوا أنتر دو كود تفيش إكس إيجال إكس، ما لهنا ما حطوش أنتر دو كود. شنعملوا؟ نمشي الإكس نشوف شنو فاصلها اللي هي 65، دونك تكتب قدامك الإيجاد تكتب 65، واضح؟ ب الأخيرة لهنا عندي إكرير NLCH وعندي إكرير X وعندي إكرير OK. باهي، عندنا نوعين من الإكرير نحن، عندنا الإكرير بالـ NL وعندنا الإكرير العادية. الإكرير العادية كي تعمل في الشاج متاع مساج بالإكرير العادية ما يرجعش للستار، يعني هادي لولا الإكرير أنات رايتها كأنه باش يعمل أونتري، رايتها ريتور على لينيا سموها ريتور شاريو، ريتور أ لا لينيا نرجع، يعني باش نكتب الميساج متاعي نرجع للستار. اش معناها؟ لهنا سي هاش شنو تعمل؟ باش نفيشي إكرير أنال سي هاش، يعني باش نفيشي السي هاش ونرجع للستار. هاك الأنال نوفو لينيا نيو لاين ترجع بها للستار. كيفاش ترجع السي هاش شنو فيها؟ هي ديري كلمة بيس عوين في ماجسكيل أ أ سي أ. باهي، كيفاش باش تصير لافيشاج؟ باش نمشي للإكرون نتاعي اللي هي ريزيلتا أفيشي، باش نافيشي كلمة بيس مادام السي هاش شنو هو ما حطيتوش أونتر دو كود السي هاش، دونك باش نافيشي المحتوى الكونتوني نتاع الفاريابل سي هاش. السي هاش فيها كلمة بيس، دونك شنو باش نعمل؟ في ماجسكيل كيما مكتوبه هي باش نافيشيها كيما هي بيس. وشنو باش نعمل؟ باش نرجع للستار، دونك كاني قرست اونتري، شفت هاك لونتري هذيك باش نرجع تحت، يعني المره الجايه باش نكتب تحت تحت الكلمه دي. باش نلقى اكرير اكس، اكرير افيشاج اخرى، اكرير اكس شنو فيها؟ الاكس فيها 65 قلنا ولا، دونك ال 65 مش نكتبها قدام البيس، لا نحن حاطين في بالنا ان عملنا اونتري رجعنا للستار، دونك باش نكتبها تحتها. تنجي لهنا نكتب 65 لهنا تحت البيس 65، وقدامها افيشاج ميساج اخرى شنو فيه؟ اكرير اوكي، حطيلي اونتر دو كود. شو قلت لكم انا كيفالك اونتر دو كود؟ كيفالك اونتر دو كود شنو نعمل؟ كلمه اوكي نافيشاها كيما هي، يعني الميساج اللي موجود اونتر دو كود تصير الافيشاج كيما هي. دونك لهنا وين باش نعملها الاوكي؟ انما عملت افيشاج نتاع 65 باش نعملها مقابلها لاصق فيها بالضبط اللي هي هك، هذيك كل او وهذيك الكا، واضح؟ شفت لهنا الفرق ما بين الدوز كرير هذوما، ما نرجعش للستار، مي لولا نكتب نعمل الافيشاج نتاع الكونتوني نتاع السيهاج ونرجع للستار. ان شاء الله تكون الفكره واضحه. هذا هو الاكزرسيس الاولين، هذه الافيشاج الاخيره، هذه الثالثه، هذه الثانيه، وبونجور هي لو. بيت نتعدى تو الاكزرسيس دي سي. اللي جارو تار عادي ما ينقلكش يا جماعه، تو تلكو لونجسترمون في اليوتيوب سيونس كافي. اكزرسيس دي سي تشغيلك اون دوزير كالكيلي لا موين اوبتيني بار ان ايليف اون انفورماتيك بور سولا اون دو demande de faire l'algorithme puis le programme Python permettant de saisir la note de contrôle et celle de synthèse pour calculer afficher la moyenne obtenue. معناها انت شنو عندك لهنا؟ نفترض انتم يا جماعة عندكم الاكزرسيس هذا، شنو تعمل باش تفهم باش نفهمو شنو نعملو نحنا؟ هذا لينونسي نتاعي. اول حاجة باش شلالك الهدف نتاعو باش يكلك، اما كالكي كالكي لي لا موين، باش يحسب الموين نتاعو نتاع اني ليت، نتاع اني ليت مادة الانفورماتيك. باهي، قالك هذاك علاش قالك اون بو دوموند دو فير لالغوريتم، باش تخدملو لالغوريتم، باش تخدملو بريديكسيون بيتون. اول حاجة البروغرام اش يعمل هذا؟ قالك بيرميتون شنو؟ سيزير. اش قلتلكم المرة اللي فاتت كان اللي محضر الكورة نتاعو سيزير اش معناها؟ معناها راولي راني باش نعمل كتير نتاع حاجة، باش نقرا حاجة.
باش نقرا شنو سيزير لا نوت نتاع شنو. عندي زوز حوايج باش نقراهم بالليل، الكونترول والسانتيز. مثلا هذا نسميه فاريابل، نسميه نوت كونترول، وهذا نسميه ان اس نوت سانتيز. ومن بعد باش نكلكل الموين نتاعو ونافيشي. اش قلت لكم كلمه تافيشي ماذا تعني؟ تعني اكري. سهل على الاخر هذا اكزرسيس. يعني عندنا زوز حوايج باش نقرا النوت سانتيز والنوت كونترول، وباش نحسب الموين تاع اللي لازم هيك. كيفاش في الماتيرا انفورماتيك؟ كيفاش باش نقرا؟ باهي الستركتير نتاع الجو كيما قبل قلت لكم عليها. كيفاش تكتب كلمة الجوريثم مثلا؟ باش نسمي الالجوريثم نتاعي موين، ونعمل الدوبي نتاع البروغرام نتاعي الالجوريثم. وشنو اول ايتاب شنو باش نعمل؟ قالنا سيزير، معناها باش نقرا النوت نتاع الكونترول والسانتيز. باش نكتب بير نسميه ان اس ان سانتيز، والا الاولاني هو ان كونترول، الثاني لير ان سانتيز. باهي وبربي يا جماعه خلينا نرجع الموضوع، برشا يسالوا فيا راهي مساجات برشا، هذاك علاش ما نرجعش على الجميع. برشا قد ما نرجع نوصل ما نرجعش على حد شيء. برشا من الجماعه يقولوا لي ليه قصيت السيونسيت؟ راني ما قصيتش، وقلت لكم من قبل قلت لكم راهي السيونس هذا راني حتى في القرايه باش نواصل، معناها باش نواصل معاكم. اللي يحب يواصل ها وين، اللي ما مش معناها باش يخص ولا حاجه. انا بالنسبه لي انا موجود على طول العام، حتى في الصيف وفي بدايه القرايه وفي ديما باش نواصل معناها نكمل. يعني سؤال انت باش تكمل ولا باش تخص بربي ما عادش تسالوه. راه برشا يسالوا فيا قصيت بطلت، ما قصيتش. باهي نواصلوا لير الكونترول دوار دو سانتيز قريمي. توا كيفاش نحسب الموين؟ باش نعمل فاريابل نسميه موي رسوا. شنو باش نحط فيه يا جماعه؟ كيفاش نحسب الموين نتاعي؟ نحنا ديما نحسبوا في الموين اني نحسب نجمع الدوار دو كونترول مع السانتيز في 2 مع ال ان اس في 2 ونقسم على 3، هذا هو الموين نتاع الماتير سيف. ومن بعد شنو باش نافيشي؟ باش نافيشي الموين اللي حسب بشنو الانستركسيون بالاكرير. اكرير هي التافيشي. باش نكتب موين هذاك هو هذا الموين نتاعي. ومن بعد نعمل فان، وفي الاخر ديما وين تكمل الالغوريثم باش نعملو؟ نعمل واك التيديو، التيديو في التابلو دي زوبجي ديكلاراسيون دي زوبجي اللي هو شنو فيه؟ فيه لي زوبجي نتاعنا، وعندنا التيب ناتيف. واضح لي زوبجي اللي استعملناهم شنو هما؟ ثاني لي زوبجي اللي استعملناهم هو عندي ان سي، عندي ان سانتيز، وعندي لو موين. نكتبهم الكل ان سي ان اس، وعندي الموي. شنو التيب نتاعها؟ الكل ريال. علاش ولا موان يكون بالفاصل؟ هذاك علاش ريال. باهي جاست تراست. لا ما نعملش انسياليزاسيون على زيرو. علاش نعمل فيها زيرو؟ الموين جيست باش نحسب الموين. اما لهنا علاش ما استعملتش لي بوك الكونترول على النوت كونترول انسانتيز؟ لازم ندخلهم اونتر زيرو اي تان. الاصل نعملهم بوك ريبيتي. علاش؟ لاني لهنا الى حد الان تسمى ما وصلتش للبوك، ما زلت ما قريتش البوك نعم الى حد الكور اللي وصلنا له تو. هذاك علاش باك تكنيك وباك سيونس وباك مات. هذا الاكزرسيس بالنسبه للالغوريثميك. في البيتون شنو باش تولي هذا البيتون؟ عندنا دير دونك شنو نكتب ان سي إيجال. شنو هو التيب نتاعو؟ ريال قلنا دونك فلوت، فلوت اونتر بارونتيز انبوت. هذه هي بالنسبة للدوار دو كونترول. وشنو قلنا؟ راهو اللي باش يسألني يقول لي علاش ما حطيتش ميساج،
راني حكيت عليه في الفيديوهات اللي فات. دونك اللي غايب ولا اللي ما حاش مش محضر كورو القديم من غير لا يسالني، قلت لكم راكم تنجموا تعملوا انبوت فير كيما تنجم تعمل ميساج كيما تحب. شنو نعمل بالدوني مثلا انسي، هذا بالنسبه للانستركسيون الاولانيه نتاع الليل. ده الثاني اشنو وفسرت علاش عملت فلوت، هذاك الكل راني حكينا فيه قبل، مش باش نبقى نعاود كل حس. ان سانتيز ايجال نفس كيما الاولى بالضبط فلوت، لانه سيتا ريال انبوت دوني ان اس. هذا الدوار نتاع سانتيز الموي ريسواج، تولي موي ايجا في البيتون، تولي الريسواج تولي ايجا بالطبيعة يهبط على اليوتيوب ان شاء الله. ايجا ان سي مع ان اس في 2 على 3، هذيك الموي. من بعد اكرير تولي ترانت، هذا البروغرام في البيتون 30 مون، هذا هو البيتون تاعي سي لا لا. دونك ليكزارسيس 17 سي ما. بالنسبه للباكيت الاخرين باك انفو باك ايكو ليتر، راهو الجروبات نتاعكم ياسر ضعيف، معناها النمبر نتاعكم على الاخر، معناها في الجروب نقولوا نحنا داخلين 100، من بعد في اللايف يحضر لي 10 ويحضروا لي 5، ما نجمش نقرب النمبر هذاك يا جماعة. باهي نكملوا توا ليكزارسيس 18، باهي نبدو بنهاري. باهي دولة اش قالك؟ هذه رابيل على لي فونكسيون بريديفيني اللي قريناهم، معناها مراجعة. ليه بالنسبة سواء لانستريكسون اكس سواء او ان تي 12 33، شو قلنا الـ او ان تي تعمل؟ الـ او ان تي تنحي لك البارتي فلوتون، يعني تفسخ لك هيك كي نفس هذا اش تبقى لك لون تي 12، شو قال لك؟ ان بيرمي دافيكتي ا اكس لا فالور 12 صحيحة، لا فاريابل اكس كونتيندرا لا فالور دو تيب اون تي صحيح، la variable x contient de type réel غلطه. باهي الانستركسيون R l'arrondi يا جماعه 1275 permet d'effectuer à la variable R شنو باش يعمل، شنو باش يحط في الR لهنا l'arrondi. ايش قلنا تعمل l'arrondi؟ تعطيك الفالور ابروشي الفالور arrondi. كي نشوف ايش قلنا نحنا، نشوف هو كالسبعة، شوف هو اللي بعد الفاصلة السبعة هذيك، يعني هي فوق النص فوق الخمسة، شي 12 باش تولي لي 13، لهنا عندي 7، 7 أكبر من النص دونك 13 النتيجة نتاعي باش تجي. ترمي باش تحط في الإير شنو؟ 12 غلط، 13 صحيح، إي أونفان 14 غلط، دونك الثانية هي صحيحة لهنا. باهي، الإنستركسيون الأخيرة، سوا الإنستركسيون سي. Reçoit sous chaîne informatique 2-3. Je dis, elle permet d'affecter à si la valeur 4. Là, nous avons dit, la première chose qui est sous chaîne, ou qui est l'efface, ou qui est sur la chaîne de caractère. La première chose, c'est quoi? Nous allons faire le caractère, on commence de 0. L'I est 0. L'I est 1. L'I est 2. L'I est 3. L'I est 4. Donc, je dis, je dis, 2. للتروا، وش قلنا نحنا في السوشين؟ يتفطلوا انت التروا هو يمشي لك للتروا موانزان. دونك شنو باش تجي؟ باش تجي دو، دونك من دو باش يمشي لي للدو، يعني باش ياخد دو فقط، واضح؟ دونك الكاركتير دانديس دو، البوزيسيون تاعو دو شكونو؟ اللي هو الاف، اهو، البوزيسيون تاعو دو. دونك شنو باش يف هل انه باش يبرمي دافيكتي اسي لا فالور 4؟ لا غلط، لا ولا غلط. لا فاريابل سي دو تيتر دو تيب كاركتير غلط زاد،
لا فاريابل سي دوت تيتر دي تيب شين دو كاركتر. صحيح، لاني شنو هسو شين ترجع لي يا جماعه كان ترجعوا للكولم تاعكم فسرناها ترجع شين دو كاركتر. دونك السي لازم يكون دو تيب شين دو كاركتر، ما عندكش حق تحطو دو تيب كاركتر، كاركتر غلط يا جماعه. ب اللي بعدها الاخيره كاف و سانكيام انستركسيون ب ال شنو ما فهمتوش يا تنزي ب نواصل يا جماعه. لولا شو ديالك لهنا لولا الانستركسيون تي رسوا اس تي نيم انتر بارونتيز لا شين مادام انتر دو كود يا جماعه راهو شين دو كاركتير هاد باهي. ونحن قلنا الاس تي نيم شتاعمل كاين اللي موجود انتر بارونتيز هذا فيه كان ارقام باش ترجع لك فري، كانوا في حاجه غير الارقام باش ترجع لك سيه على الاخر، لان عندي كان عدد دونك باش ترجع لي اوتوماتيك فري، الثالثه صحيحه لولا غلطه والثانيه غلطه. لانه علاش لهنا لولا غلطه؟ لانه هي ما ترجعش ما تعملش كونفيرسيون، تقول لك راهو يتحول ولا ما يتحولش، يعني ترجع لك يا فري يا فو. الثانيه غلطه علاش؟ لانه هو متكون كان من ارقام، الاس تي مين كانوا الشين اللي اونتر بارونتيز في البارامتر نتاعك. فيه كان ارقام من 0 ل 9 ترجع لك فري سينو ترجع لك فو سي. الاخرانيه سوا الانستركسيون تي البوز البوز شكون تعمل تشوف لك البوزيسيون تاع الشين الاولاني في الشين الثاني، يعني ترجع لك البوزيسيون تاع الشين دول في الشين الثاني. ليه اول حاجه شو قلنا انا نعملو ليزان يعني نرقمو الشين اللي باش نخدم عليه. الاف هي البوزيسيون 0 الاي 1 ال F الثانية 2 3 ال A الاسباس 4 ال 2 5 0 6 2 7 اي انفان 8 ب لهنا بالطبيعة هذه راي 5 مش 9 ب اش قالك لهنا لوج لي على الكاركتير دو وين موجود اهو البوز ترجع لك اول بوزيسيون تاع اول كاركتير كي تلقاه بالطبيعة كان ما لقيتش ترجع موانزا اول دو عرضتها شنو هاي لانا قديش الانديس نتاعها يا جماعة الانديس نتاعها خمسة ولا خمسة دونك نقرو تو ال بيرمي دافكتي ابي لا فالور تروا غلطة ال بيرمي دافكتي لا فالور في لا فالور سانك غري صحيحة لا فاريابل تي دوات تيتر دو تيب اونتي صحيح دونك لا الثانية والثالثة صح واضح دونك لهنا البي لازم يكون اونتي لأنه الريزلتا نتاعك دو تيب اونتي النتيجة باش ترجع انت موان زان ولا دو ولا كات يعني بوزيسيون تاع الكاركتير دونك البي تيب نتاعو اونتي صحيح الأخراني وباش ترجع لك باش ترجع لك البوزيسيون قداش نتاع دو أول دو تعرضني أنا عندي تروا عندي ثم 2 في البوزيسيون 5 وعندي 2 في البوزيسيون 7 و 2 في البوزيسيون 8 باش يشوف لك هو البوز ترجع لك اول بوزيسيون ما ترجع لكش الاخرين شفت هذوما ما ترجعهمش هذوما مش باش ترجعهم الاخرين هاك الزوز هاي باش ترجع لك اول وحده هي باش تاخذ هذوما بالنسبه للاكزرسيت نكونوا صلحناهم تو باش نتعدوا البارتي 4 لي ستريكتير كونديسيونيل ستريكتيف كونديسيونيل اللي هي قريناها بالطبيعة توا عنا اكزرسيسات قلنا باش نخدموهم اللي هما هاذم جماعة بالطبيعة اللي عمل فيهم محاولات عنا الاكزرسيس 19 باش نخدمو توا وعنا اكزرسيس 20 اكزرسيس 21 و 22 23 24 شنو اصلو 19 نبدو بهيك بطبيعة تو دخلنا الستركتير كونديسيونيل كانت تفكروا الستركتير كونديسيونيل هي شنو سي و سي نو باختصار الستركتير كونديسيونيل حاجة
عندها علاقة بالكونديسيون. إذا عندك حاجة تعمل هكا، ما عندك حاجة أخرى تعمل هكا، يعني سي كونديسيون تاعك فري باش تخدم خدمة، سينو باش تخدم الخدمة الأخرى. باهي لهنا يا جماعة، كي قال لك اون فو دوموند دو فير ان الغوريثم نومي سكولير، باهي في البارتي هذه الشعطانة فرض عليا الاسم يا جماعة، رد لك مرات يعطيك الاسم تاع البروجرام الالغوريثم تاعك، دونك ما لازمكش تبدل. هنا اسم الالغوريثم تاعي سكولير، دونك ما عندكش حق تغير. باهي باك سيونس سمارت تكنيك، أول حاجة اش قلنا؟ سيزير لا موين، عندنا تروا موين، عندنا تي أن دو شاك تريمستر ديالك، عندنا تروا تريمستر وكل تريمستر فيها موين، تريمستر 1 اللي هو الموين تاع التريمستر الأولى، تي 2 تاع التريمستر الثانية، وتي 3 تاع التريمستر الثالث. دونك لهنا اش قلنا سيزي اش معناها؟ معناها باختصار اللي مشوا فيهم يرجع للفيديوهات التروا سيونس الأولى مربوط ببعض ويتفرج عليهم في اليوتيوب، ومن بعد يرجع هذه باش نزيد نهبطها الغدوة إن شاء الله على اليوتيوب باش تفهموا مربوط ببعض الكل. راه اش قلنا لهنا البارتي الثانيه بعد اللي عملنا اللير شنو باش نعمل؟ قال لك كالكلي لي الموان جينيرال نتاع الشخص هذاك، انتما كيفاش تحسبوا الموان جينيرال؟ وزيد عطيه لك الفورمي تي ان ديما التريمستر الاولى ضرب واحد، التريمستر الثانيه ضرب اثنين، والتريمستر الثالثه ضرب اثنين، هذاك علاش هو ضرب الموان تاع التريمستر دو اثنين، والموان تاع التريمستر تروا اثنين، وقسم على خمسه لان الاولى واحد والثانيه دو ودو، كي نجمعهم قداش تيجوني سان. دونك من بعد الحساب باش يحسب الموان بالفورميل هذي، شنو باش يعمل؟ باش يافيشي على الاكرون سي ليليف ادمي او ريفيزي، ساشون كان ليليف يكونسيديري قالك وقتاش يكون ناجح، كيفالك الموان نتاعو اكبر او مساوي العشرة سهلة على بيه. دونك شنو باش نكتب؟ باش نكتب الالغوريتم نتاعي، لانه هو قالك اون دوموند دو فير ان الغوريتم، برك ما تعملش البيتون مطلبش منك المرة دي، باش نكتبو الغوريتم. شنو اسمها؟ اسمها سكولير لانه هو فرض عليك الاسم، ما عندكش الحق تبدل الاسم نتاعك. باهي من بعد باش نعمل دوبي كالعادة، اول حاجة اش قلنا؟ الانستركسيون سيزي نتاع الموين عنا تي ان و تي دو و تي تروا، باش نعمل لير لير تي ان تحتها، لير تي دو تحتها، سيزير نتاع التالتة، لير تي دو تروا. توا عملنا سيزيم تاع لي تروا موين تاع شاك تريمستر، اي يتسجل توا ليتاب الثانية كالكيلو تاع الموين عطيهولك هاوينو، باش نكتبو موي كيما عطاك هو، ما تعملش كي قال لأنو في الألغوريتميك رسوا، باش نعملو رسوا اونتر بارونتيز تكتب نفس الفورميل ما تغير فيها هادشي، بلوس تي دو بلوس تي دو فوا دو بلوس 3 × 2 وبتقسم على 5، معناها نفس الفورمين اللي موجود اللي عطيه لك هو تما، ما تبدل فيها هادشي. ولا في شاج كلمة افيش اش معناها؟ معناها مش تعمل اكرير، كلمة افيش راهي اكرير يا جماعة، عاودناها برشا مرات. دونك بعد الموان شنو باش نافيش؟ باش نافيشي مش الموان، باش نافيشي هو ادمين ولا كيفاش نعرفو ادمين؟ حسب الموان اللي حسبته تو، شفت لهنا ما نحسبت الموين لهنا، شنو باش نعمل؟ باش نتستي الموين نتاعو كانو هو هاي، باش نكتب لهنا سي بالسي الستريكتير كونديسيونيل سي الموي، شنو قالك هو وقتاش يكون ناجح؟ أكبر أو مساوي للعشرة، أكبر أو مساوي للعشرة. ألور شنو باش نعمل؟ باش نافيشي ميساج يا جماعة، كيفاش شنو الميساج نتاعي؟ باش نقدم شوي نعمل إكريرة أدمي، علاش عملتك الديكوت الميساج؟ لأني حاجتي باش نفشي كلمة أدمي نفس، دونك لازمني نحط أونتر ديكوت، ونجم زادا نحطها سامبل كود يا جماعة، مي كي نعمل بالسامبل كود نكمل بالسامبل كود، مش نعمل واحدة دوبل واحدة سامبل، تجيني غلطة. سينو شنو؟ كانوا مش ناجح شنو باش يكون؟ سينو باش تعمل اكرير بفيزيك، فوالا هذاك هو الاكزارسيس، ومن بعد تعمل فانسي
ومن بعد الفان تاع البروغرام نتاعك. لا هذا هو ما عطاكش، قال لك راهو ثم ادمي وريفيزي، امشي بالسياق نتاع الاكزارتيس، ما قاليش لا كونترول لا حد شيء. كان خليني على المحلول، كان خليني سيبني نخدم بروغرام وحدي، ما حصرنيش هو بالبوان 3 هذيك. وقتها عندك الحق، حط ادمي وريفيزي وكونترول. مي لهنا فرض عليا اني نخدم كان دو يعني دو بارتي في الكونديسيونيل نتاعي اللي هي الادمي وريفيزيبل. باهي هذا من بعد كملنا الالغوريثم. شو قلنا ديما نعملو التي دي او؟ اخر حاجه التي دي او هي شنو؟ باش نحطو لي زوبجي اللي استعملناهم الكل. عندي تي ان، عندي تي دو، عندي تي تروا، وعندي الموي. التيب نتاعهم الكل شنو؟ التيب نتاعهم دي ريال. هذا هو الاكزامان الاكزارسيس ديزنا. باهي كملنا الاكزارسيس ديزنا يا جماعة. تو نتعدو للضا اكزارسيس ضا. هذا الاكزارسيس ضا. باهي الاكزارسيس ضا يا جماعة. شقالك؟ On vous demande de faire un algorithme nommé. باهي لهنا عطانا الاسم نتاع الالغوريثم نتاعنا. دونك فرض عليك الاسم وقال لك انا الالغوريثم، ما قالكش اخدم لي بروغرام بيتون. دونك كي تخدم بروغرام بيتون ما عندكش حتى فايده. انا بالنسبه لي انا نعتبره حاجه زايده، لانه لازم تلتزم في الاكزام ولا حاجه، تلتزم بالمطلوب نتاعك فقط. قال لك الجو اخدم الجو بس. باهي دونك الجو اسمها الالغوريثم باريتي. شنو قالك؟ أول حاجة قالك فرمي دو سيزير. شو معناها سيزير؟ معناها راي لير، راني باش نقرا شنو؟ باش نقرا إكس أنونتي. وثاني حاجة قالك عمل فيريفيكاسيون ومن بعد أفيشيلي هل أنو الإكس هذاك عدد بير ولا أمبير، يعني زوجي ولا بار. باهي وفي الكيستيون ثاني تو طلب منك بريديكسيون في بيتون. دونك المرة الأولى اللي تاب الأولى باش نعملو للجو، وليتاب ثاني باش نعملو البيتون تاعي. ليه كيفاش؟ أول حاجة باش نكتب لالجو كيفاش كالعادة. تبدا ألغوريتم، اسم الألغوريتم شنو؟ باريتي، أو نعطيك الاسم نتاعي سيزي. قبل سيزي نعمل دوبي نتاعي. كي نجي نعمل سيزي نتاع حاجة بلا انستركسيون، الانستركسيون لير. لير شنو؟ لير اكس. هو نعطيك هو الاكس، قالك راني حاجتي باش نقرا اكس. بعد لا قريناه شنو باش نعملو؟ كيفاش نعرفو بير ولا امبير؟ نقسمو على اثنين يا جماعة، نقسمو على اثنين. كان الباقي القسمة اكس على اثنين يساوي صفر باش نافيشي بير، سينو باش نافيشي امبير. كيفاش؟ سي اكس شنو الريست؟ الريست بالمود قريناها قبل، فسرناها. ارجعوا للكور والفيديوهات القديمة اللي مش حاضر. سي اكس مود 2 ايجال 0 اش معناها؟ باقي قسمة اكس على 2 تساوي 0. وقتها شنو باش نعمل؟ راهو بير، هذه هي قاعدة في المود. الور اكرير باش نافيشي كلمة بير، سينو باش نافيشي كلمة امبير. سينو اكرير امبير، هذه هي باك سيونس باك مات وباك تكنيك. فانسي ف هذه هي الالغوريثم نتاعنا، الالغوريثم باريتي. ها يعني حطيتكم هنا دو بي نتاعنا. من بعد باش تقرا الاكس نتاعك، من بعد فيريفي معناها باش تخدم، فما خدمة باش تخدم. شنو هو اللي فيريفيكاسيون؟ ها هي
هذه هي الفيريفيكاسيون، هذه تسمى فيريفيكاسيون. يعني انت وقت اللي تدري فيه هو بير، فيش تعرفه بير، تعرفه بير كي يضل باقي القسمة يساوي صفر. يعني الاكس مود باقي قسمة الاكس على 2 تساوي صفر، وقتها باش نافيشي نقول ورا بير، سينو باش نافيشي نقول ان بير. هذا هو الاكزارسيس بالنسبة للالغوريتم. بعد ما نعملو الالغوريتم نعملو تي دي او كالعادة. تي دي او شنو فيه؟ فيه كان اكس، تي دي او فيه الاكس، والاكس قالك اونتي في اللي نونسين تاع الاكزارسيس. دونك هذا هو التابلو نتاعنا، اكس دو تيب اونتي ب باهي. البيتون لهنا قالك اعمل لي بريديكسيون، بريديكسيون لهنا في اللير كيفاش نعملوها؟ سي تان اونتي دونك اكس ايكال انت، ونعمل الانبوت نتاعي فوالا قريت توا الاكس نتاعي. باش نعمل بالسي في البيتون شتولي اف اكس المود شتولي بورسون دو ايكال تولي دوبل ايكال زيرو، وتعمل دو بوان. وشنو باش تعمل؟ الاكري شتولي برانت، وتعمل بيج سينو شتولي تولي ايلز و دو بوان، تعمل برانت ان بيج. هذا هذا هو البروغرام في البيتون صاي. بي هذا الاكزرسيس با قبلني بعد 21 اللي هو زاد سي 21 باش نحكمو توا الاكزرسيس 21. بي شنو قالك في الاكزرسيس 21؟ On vous demande de faire un algorithme nommé signé. اسم الالغوريتم نتاعي اسمها signé. Donc باش نعمل الالغوريتم واسم الالغوريتم نتاعي سما هذه signé. كالعادة باش نقرا نعمل سيزي اش معناها؟ راني باش نعمل كلير، باش نعمل الكتير نتاع الاكس اللي هو اونتي، وقالك باش نافيشي هل انه نيجاتيف ولا بوزيتيف والى نو. واضح؟ دونك لهنا كيفاش نعمل نيل ولا اول حاجه شنو الالغوريثم؟ كالعاده الالغوريثم سماها سينيا. دونك سينيا من بعد نعمل دبي، من بعد باش نعمل كتير سيزين تاع لونتي. دونك نكتب بير اكس، من بعد لقريت اكس تو باش نبدا الفيريفيكاسيون تاعي. كيفاش باش نعمل الفيريفيكاسيون؟ بالسي هذيك تتسمى فيريفيكاسيون. كان الاكس نتاعي سي اكس وقتاش نقول بوزيتيف يعني موجب، لذلك اكبر من صفر، سي اكس اكبر من صفر، الوغ شنو باش نافيشي؟ نكتب اكرير بوزيتيف باهي. هذيا بالنسبة للبوزيتيف. سينو تا سينو سي عن كونديسيون اخرى ما مازال وزوز دي انا نيجاتيف و نيل. سينو سي الاكس اصغر من صفر شنو باش تكون؟ الور اكرير نيجاتيف ب. مازال احتمال اخر برك تو، هما ثلاثة احتمالات. دونك سينو تو مازال احتمال الثالث، لما اخر واحدة تعمل سينو. سينو شنو باش نافيش؟ باش نافيش اكرير نيت اونتر دو كوتي انو ميساج باش نافيش فيه كيما هو، ما نبدلش فيه. من بعد فان سي لهنا، فان سي من بعد نعمل فان نتاعي تاع البروغرام. هذه هي الالجو نتاعي. نعمل التي دي او تو، تي دي او شنو اللي استعملت فيه؟ لي زوبجي نتاعي شنو هما؟ عندي كان الاكس، عندي هاد الشيء اكس سي دو تيب اونتي باهي. المرة دي باش نختمو على توني، غنجربو لكم
باش نعملو تراديكسيون على توني باش منعرفوش نكتبو على اللوجيسيال هذاكا. باهي هذا التوني نتاعنا باش نعملو قلنا سيزي نتاع الإكس نتاعي كيفاش سي تالونتي تكتب الإكس إيكال إن من بعد تعمل إنكود باش نعمل ميساج هنا دوني إكس دو بوان الميساج تتحكم فيه أنت تحطو كيما تحب تري تونتي إلى هنا شنو باش نعمل السي اش تتولي إف الإكس نتاعي كان هي أكبر من صفر كيما عملنا من الأول دو بوان شنو باش نافيش ترانك بوزيتيف سينو ال والا اليف لهنا شفت سينو سي هذيك تولي اليف مش ال اليف شنو الكونديسيون الاكس اصغر من صفر ما هو المره الاولى اكبر من صفر توا اصغر من صفر اصغر من صفر شنو نافيشي برانت نيجاتيف واضح و إلز الحالة الأخيرة ديما نلقى ديما بالإلز دو بوان شنو باش نافيشي تران نو باهي تو نعمل إكزيكسيون نتاعي اش قالي لهنا قالي دوني إكس كي نعطيه خمسة يافيشي لي بوزيتيف نعاود إكزيكسيون مرة أخرى دوني إكس نعطيه موان نوف اش يقول سامحني موان نوف نعاود موان نوف ونعمل أونتري يقول لي نيجاتيف نعطيه صفر تو يقول لي نعطيه صفر نعمل أونتري يقول لي نو دونك لا مش لازم ناجيس باش ننظم الخدمة نتاعي تنجمها تنجم تحتها لي بارونتيز مش لازمين جيت تكتب الكونديسيون نتاعك بالصحيح يا جماعة أنا باش نعاودوها تمشي مريح طيب أنا مريح لا من غير كونديسيون من غير بارونتيز انا فقط لل يعني ننظم في الكود وتمام دي هذاك الاكزرسيس طبعا تعدوا الاكزرسيس 22 يبدي انا نسيت حق الاكزرسيس هكا 21 اختمي طبعا الاكزرسيس 22 اللي هو نمبر دارمسترونغ هذا نفهمو النمبر دارمسترونغ كيفاش باش نخدمو باهي هذا الاكزارسيس نتاعنا يا جماعة كان حاطينا سينو في عود سينو سي صحيح لا مو لازم انت كيبالك عندك دو كونديسيون بارك وقتها تعمل سي وسينو قريناها يا جماعة ارجعوا للفيديو تقدم ارجعوا للفيديو تاع سيونس تروا تو فسرناها الحكاية دي يبقى عندك اكثر من دو كونديسيون لازم تعمل سي سينو سي سينو سي سينو سي جيت كات كام اخر واحده هي سينو مي اذا عندك دو كونديسيون بركة اعمل سي سينو اكثر من دو كونديسيون تولي فيها سينو سي فهمتوا باهي خلينا نكملوا الحصه الرابعه ساعه من بعد نعملوا الحصه الخامسه هاني قلت لكم لي سيونس كل اسبوع نعملوا حصه كاين فاضا نبرمج لكم حصه ثانيه في الاسبوع فهمتوني معناها بحول الله في كل اسبوع نعمل حصه وشنو مازال راهو شفت انت تندخلوا بعد هذا تندخلوا اللي بوك الفور والريبيتي وطونك بعد ندخلوا اللي سو بروغرام اللي هو تخدموا فيه انتم في الباك اند اذا جيت عملت الريفيزيون هذه للجماعه التعبين تم شكون مش فاهم حتى شيء دونك لازم نبدا من الصفر باهي نبدو في الاكزرسيس باندو اون ابيل نومبر دارمسترونغ ان نومبر بوزيتيف دو تروا شيفر اول حاجه وقتاش يتسمى نومبر دارمسترونغ لازم يتكون من ثلاث ارقام دو تروا شيفر وعنده البروبريتي هذي كي هي البروبريتي ليتر ايجال على سون دي كيوب دو سي شيفر كوم يعني انت عندك الان نتاعك اول حاجه فيه ثلاث ارقام شنو باش تعمل؟ باش تشد تطلع رقم المئات سنتين والديزين والعشرات والأحاد والينيتي وتعمل لهم الكيب نتاعهم يعني قوة ثلاثة وتجمعهم الثلاثة مع بعضهم كان لقيتهم بعد شنو باش تعمل؟ كيف تجمع الصوم هذا؟ الصوم نتاع لي تروا شيفر اون كيب
كي تتحصل على الصوم شنو باش تعمل؟ باش تقارنه مع النمبر اللي انت طلعت منه لي شيف. كان لقيتهم ايجو باش تقول له راه سيت النمبر دارمسترونغ، كان ما لقيتهمش ايجو شنو باش تعمل؟ تقول له ني با النمبر دارمسترونغ. واضح الحكي مشو صعيب سامبل على دونك. اول حاجه قال لك اكريل الالغوريثم. دونك باش نعمل الالغوريثم شنو اسمها؟ اسمها ارمسترونغ كي بيرمي شنو كي permit de saisir un entier M. يعني مادام نعمل سيزي شنو باش نكتب؟ باش نكتب لير شنو ال N لير N هادي الاول اي فيريفي في شي سي لونتي ان ارمسترونغ ولا. دونك سيزي عملناه اللي هو لير. من بعد شنو باش نعمل؟ باش نطلع لي شيفر نتاع ال N. نحن متاكدين انه ال N نتاعنا راهو يتكون من سونتين وديزين وانيتي يعني من ثلاثة ارقام في المات. باش نطلعوا لي شيفر لازمنا نشوفوا حل كيفاش. باهي اول حاجه باش نبداو نعملوا نحكموا الالغوريثم نتاعي. الالغوريثم اسمها ارمسترونغ. ارمسترونغ باهي نعملوا الدوبي نتاعي. اول حاجه قلنا باش نعملوا اللير لير ان نتاعي صحيح. قريت الان نتاعي شنو باش نعمل توا؟ توا لازمني نطلع لون السونتين والديزين والينيتي. كيفاش؟ هاي يا جماعه الاصل تعرفوا هذه سيتا ماتيماتيك. يعني مثلا باش نعطيك 153 كيما عطانا هو، كيفاش نطلع لها؟ نقسمها على 10 ديما في اي اكزرسيس يا جماعه. راه مش نلاحظوا توا مي ماتيماتيك هو ماتيماتيك باش نطلع لي شيفر شنو نتاع عدد نقسم على 10. 153 على 10 كيفاش باش تعطيني؟ باش تعطيني 15 ولا والباقي قديش؟ 15 في 10 باش تعطيني 150. كي نطرح نلقى التروال اللي هو شنو يمثل التروال الباقي؟ يمثل لينيتي ولا هاو طلعنا شيفر دينيتي. ومن بعد نقسم 15 على 10 تاو 15 قداش فيها من 10؟ فيها 1. 1 في 10 تعطيني هكا باقي 5. ال 5 شنو تمثل؟ تمثل لي الشيفر دي ديزاين هاوين. نقسم ال 1 على 10 تاو 1 قداش فيها من 10؟ 0. وشنو الباقي؟ 1 هاوين. ال 1 هو الشيفر دو سونتي. هذه هي الطريقة ديفيزيون بار 10 باش تطلع بها لي شيفر. والا عندنا طريقه اخرى يا جماعه، نحولوا ل 153 مول ان هذاك 153 نحولوه سو فورم دو شين دو كاركتير. بشنو هو الفونكسيون اللي تحول لنا شين دو كاركتير؟ تحولها بالكونف سي هاش. ارجعوا للكور نتاعكم ما تقولوليش شنو هو الكونف سي هاش لان قريناه. تحول عدد تحولوا شين دو كاركتير يولي كونتر دو كود. باهي باش نطلع ديما الشين نرقموه. اول كاركتير هو صفر لانديس نتاعه، والخمسة واحد، والتروا لانديس نتاعه لانه شين دو كاركتير ولا باهي. دونك لهنا كيفاش نطلع الكاركتير الاولاني تاع الشين؟ مثلا نفترضوا هذا سميته سي هاش. سي هاش دو زيرو هي سونتي تعطيك الكاركتير ان. سي هاش دو ان شنو باش تعطي؟ ديزين اللي هو شنو كاركتير 5. والسي هاش دو 2 باش تعطيك الشيفر دينيتي نتاع الاحد اللي هو كاركتير 3. دونك عندك طريقتين، يا تقسم على العشرة يا يا تحول الشين دو كاركتير. ومن بعد انت مخير لهنا شنو باش تعمل. دونك باش نسهلوها باش نعمل الكونفرسيون اون شين دو كاركتير. باش نستعمل الثاني مش نستعمل الاولى. دونك باش نسمي الاولاني شيفر مثلا سي كون سي هاش باش نستعمل كون سي هاش. شنو باش نحاول كون سي هاش شنو الان باش نحاولوه ولا وين باش نحط النتيجه نتاعي؟ باش نحطها في فاريابل نسميه سي هاش. دونك سي هاش ريسوا كون سي هاش. عملت لهنا حاولت العدد هذاك حاولته سو فورم دو شين دو كاركتير وحطيته في الشين سي هاش. واضح يا جماعة؟ يعني شنو عمل؟ أكل 153 في الآن حولت على شيء ولت لي 153 أونتر دو كود يعني شين دو كاركتير.
موجودة في سي هاش. بعد شو نطلع السنتين شو نسمي سي variable سنتين رسوا كيش نطلع وقلنا هو سي هاش بزيرو ميل هنا سي هاش بزيرو مش تعطي كاركتير كيفاش نحاول نرجعها انتي الفونكسيون فالر ارجع للكور نتاعكم تو تعرفوا السرت وهنا الكل في لي سيونس تروا سيونس دي فيت لي فونكسيون بريديفيني على لي شين دي كاركتير. ومن بعد الديزاين كيف كيف باش الفالور تحول لك الانتي الفالور نتاع شنو نتاع سي هاش ب ان والاحد شنو فالور سي هاش دو دو. توا طلعنا نحنا لينيتي والسنتين والديزاين شنو توا باش نعمل توا باش نعمل لهم كيف نتاعهم الكيف شنو الصوم. اول حاجه باش نعمل فاريابل صوم باش نحط فيه ريزلتان تاعي باش نجمع ليكيب نتاع الانيتي والديزاين والسونتين. كيفاش نعمل الكيب باش نضرب السي في ثلاثه في السي في السي ثلاثه مرات مع دي في دي في دي مع يو في يو في يو سهل حتى مش عارف حتى لي فونكسيون بريديفيني تنجم تعملها كيفاش السنتين اش معناها سي هو 3 يعني سي في سي في سي مش نجمو نخدمو بالمود ودي كي هاني نخدم بالثانية الميثود الثانية الميثود الاولى هي المود ودي يا جماعة وتنجم بويسونس نجم تخدم جسنا سهل يا جماعة نجم تخدم بالفونكسيون بويسونس باهي. بعد حسبنا الاس يا جماعة الصون شنو قالك لانا قالك باش تعمل فيريفيكاسيون وقتاش نقولو نمبر ارمسترونغ وقت اللي نجمع الاس الاس اللي لقيتها نقارنها بالان نتاعي كي نلقى الان ايجاب الاس شنو باش نقول النمبر ارمسترونغ. دونك لهنا باش نعمل بالسي سي اس ايجاب الان الاولاني اللي حس الان اللي عملتلو سي زي الور باش نعمل اكرير اكرير ان اي تان نومبر ارمسترونغ سينو اكرير ان نيبا من بعد تعمل الكونسيبت فنكتبها هنا سي ومن بعد الفان تاع البروغرام بالكل من ترجع بالكويلي تحت الدومين تاعك وتعمل التي دي او تاعك التي دي او شنو هما لي زوبجي اللي استعملناه في فاريابل استعملنا الان استعملنا السي هاش استعملنا السي والدي والاي والاس وكاو الان سي تانونتي السي هاش سي تان شين والاس والسي والدي سي تان سي دي زونتي هذا التابلو نتاع بي الطريقة الأخرى راهي شنو باش يتبدل فيها هاهي شنو باش يتبدل بيه الطريقة الأخرى الشين شفتها هادي أني اللي دورتها تو البارتي هادي هاذي شنو باش يتبدل فيها باش نبدلها بالميثود الثانية جيست باش تنحي سي هاش باش تفسخها باش تعمل سي شنو سنتين هو شنو رسوا شو قلنا كي نمشو بالليتاب نتاعنا نبدو باللينيتي لأن طلعنا أول واحد طلعنا لينيتي
il m'intéresse pas non. Un mode 100, un mode 10. Un mode 10. هذه هي بالنسبة للإنيتي. بعد باش نتعدى للديزاين الثانية، يعني خرجت الخامسة ديزاين. ديزاين هي شنو؟ هي الـ N div 10 mod 10. اش معنى N div 10؟ احنا كي عملنا 153 مشنا تروى هي 153 مود 10 تروى عواني هذاك علاش الاولى عملت ان بطبيعة ان ماجسكي مش ماجسكي هذاك علاش كتبت ان مود 10 باهي الثانية هي شنو راني ما قسمتش الان على 10 قسمت الخارج القسمة ال 15 تحصلت عليه المرة الاولى هذاك علاش اللي تحصلنا عليه كيفاش نتحصلوا عليه ان ديف 10 باش نتحصل على كليك 15 هذيك ال 15 هذيك باش نقسمها على 10 الباقي نتاع ال 15 هي باش نلقى ديزاين هذاك علاش نكتبها ان دي في 10 باش نتحصل على 15 ومن بعد شنو باش نعمل من بعد باش نعمل الريست نتاع على 10 باش تجيني ديزاين ليميتي شنو على سونتين سونتين هي شنو عندي ثلاثة ارقام باش تعمل ان ديبسون هذي باش ما نعرفوش كنت تنجم تعملها بطريقة أخرى هذيك الآن قداش فيها من 100 فيها 101 دونك هاوني طار وإلا تنجم كيما تنجم تكتب إن ديبسون وإلا شنو اللي ترد خدمنا فيها نحن نكملوها إن مود 10 اش تعطينا إن مود 10 153 الباقي 153 سامحوني مش مود 10 ان احنا شو قلنا شو كتبنا ان دي في 10 ان مود 10 ايه هذا كم ان مود المود 10 باش تعطينا 3 هذيك حضرناها دونك حاجتنا بالكام ان دي في 10 نكملوا على دي في 10 باش تعطينا ان دي في 10 تعطينا ال 15 ولا 15 هذيك باش تطلع الواحد تعمل دي في ديس 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 الثالثة يعني السونتين عندك بها طريقتين كنت تنجم تعمل ان ديف سون باش تختصرها وإلا تعمل ان ديف ديس ديف ديس ان ديف ديس شنو باش تعطيك 153 على 10 باش تعطيك 15 15 ديف ديس قداش فيها من 10 واحد باش تعطيك الواحد وإلا تكتبها ان ديف سون الثالثة بالطبيعة باش تعطيك واحد اخر حكاية هذا الاكزرسيس كملناه دونك صحيح خدمناه باللي دون ميثود الاكزرسيس 23 تو فير لالغوريثم نومي ناتير لي كيوب بوي لو بروغرام بيتون كي بيرمي دو سيتير لا فالور دو بي اتش بوتونسييل هيدروجين دان لي كيوب بور افيشي سا ناتير باز نوت او اسيد ان سو بازون سير ليشيل سويفون هذه في الفيزيكا قريتوها النتر هو ال pH هاش نتاعو يقال سي كان pH هاش أقل من 7 يتسمى أسيد كان pH هاش أكبر من 7 سي دو بازيك بي دونك لهنا سهل يلك اسم الالغوريتم نتاعنا باش نسموه ناتير ليكي دونك إكزارسيس بانتر وقت باش نخدمو باش نعمل طول نبدا في الالغوريتميك الالغوريتم التليفون خرج من التيك توك هكا ليش ليه واصل يا جماعه ليه واصل الالغوريثم شنو اسمها اسمها ليكيد ليه
قاعد تسجل قاعد تسجل بالبوليكم على ريكورد ميك دي الدبيلة هنا بعد شو قالك لهنا مش نقرأ الـ pH أول حاجة مش نعمل سي زي كبير للـ pH متاعي هو مسميه pH ما في الـ pH يلك سي زي لغالب pH لونك هذه نحطها هنا باش نقرا البي هاش نتاعي من بعد باش نعمل مقارنه فيريفيكاسيون كان ايجاد سي سي البي هاش ايجاد 7 شنو باش نافيش الور باش نعمل اكرير اكرير نات ب استغفر الله العظيم. سي نو سي البي هاش سي بيرير اسي الور شتام اكري بازيك سينو الأخيرة تكرير أسيد تكرير أسيد ومن بعد فانسي بعد فانسي وفي الأخر نقولوا فا ما تعمل تيديوم تاك تيديوم تاك شنو فيه عندنا كان ال بي هاش بي هاش شنو هو التيب نتاعو سي دو اونتي علاش لهنا لانه هو قالك بالور من زيرو لكاتورز دونك من زيرو لكاتورز 0 c'est un anti 1 anti 14 anti كل 10 anti بسم الله ب هذه دونك هو قال لك اعمل لي البروغرام بيتون الالغوريثم بعد بيتون دونك بيتون بيتون سي جمع جست تبدل هذه اكس دوني تي هاش هذه باش نبدلوها بالبي هاش هذه باش تولي سيبريال ا زيرو ا ايجال ايجال سيت وقت اللي هي ايجال سيت شنو شنو في شي نات كان هي اصغر او اكبر من سيت باش تكون بازيك وسينو باش تكون اسيد الصوت واضح يا جماعة علاش حتى مش يكون يقول قص الصوت واضح هذه هي نعمل اكزيسيون باش يعطيني مثلا نعطيه خمسة لحظة شنو عملت هنا اكس اذا ما تتبدل فيهاش كله هوني بازيك أعطيكو خمسة أسيد
ب هذا بالنسبة للإكزرسيس بانك 3. إكزرسيس بانك 4 الأخير ب عطيك الأول كيف سون لي فالور دو أ و ب أبري ديكسيون دو شاك بلوك. من الأول شنو عطيني؟ عطيني الأ 3 والبي فيها 1. كاين الكونديسيون هذه فري باش تبدل الفالور نتاع البي. باش نشوف الأ هل أنها أكبر من 2 تروا كي نعوض الأ ب 3. دونك الأولى شنو باش تعطيني؟ 3 سيبيريور أ 2 فري. الأولى باش تعطيني فري. والثانية بي هل أنها أصغر أو مساوية 1؟ هل أنها أصغر أو مساوية 1؟ فري فري إي فري إيش تعطيني؟ حكينا فيها في لي سيونس لي فات. تعطيني فري. دونك البي باش تولي الفالور نتاعها 2 والأ باش تبقى 3. هذه هي الأولى. الثانية الأ 2 والأ بعد مادام حطيت أ إيكال 2. الثانية يا جماعة لهنا هي بي غلطة لهنا هو غلط فود فراغ بي ثانية هذه بي مش أ بي الأ 2 والبي 0. كان الأ إيكال 2 فري ال 2 إيكال 2 دونك فري. البي باش تولي البي باش تولي 3 لهنا يعني البي كأنك الأ شنو فيها من الأول 2 البي فيها ولات 3 نحتك صفر وبدل بالتروا سينو يعني مش باش يتعب علاش لاني لولا كونديسيون تاع حضري مش باش تعب لك سينو سي وسينو مش يخرج تو. دونك ال ا ايجال ب وال بي ايجال تروا. الاخيره ا ايجال ب ال ا فيها 2. باش نمشي لهنا نتستي نعمل ايفالياسيون. جماعة اللي ما فهموش بربي يرجعوا للكور سيونس 3 و سيونس 2 و سيونس 1 يفهموا بالباهي باش يوصلوا يفهموا السي ولا الحكاية هي التابلو دو فيريتي نتاع البوليان هذه الاو والاي والنو الكل قريناه في لي سيونس لي فات ورا. دونك الا لهنا كي نعوضوها بالدو هل اني الا اصغر من الدو؟ دو اصغر من الدو فوق هذيك باش تعطيني لولا فوق. والنوم تاع الفو شنو باش تعطيني؟ هذه الكل باش تعطيني فري مادام عندي اولى هنا من غير ما نكمل هذه لاني 2 ايجال 2 باش تعطيني فري فري اف او فري باش تعطيني فري. دونك باش ندخل للسي البي شنو فيها باش تولي 3 والا شنو فيها فيها 2. واضح يا جماعه؟ باهي يا جماعة شكون عنده كيستيون توا باش نتعدو لبارتي 5 اللي هي البوكل 4. شكون عنده كيستيون يا جماعة؟ باهي باش نبدو نفسرلكم ال البوكل 4. فسرتها ما ضفت البوكل 4 يا جماعة ولا شنو هي يومنا؟ باه البوكل 4 يا جماعة عينات البوكل 4 وقتاش نستعملوها؟ هي سيتان ستركتير إيتيراتيف مش ستركتير كونديسيونيل ما ترد بالكم نسموها ستركتير إيتيراتيف وإلا ريبيتيتيف. شو معناها؟ معناها حاجة فيها تكرار ريبيتيسيون تتعاود مش كيما ستركتير كونديسيونيل. كونديسيونيل هي تخدم مرة واحدة وصاي تحبس. ليه دونك كي نقول ستريكتير كونديسيونيل نحكي على سي و سي نو. كي نقول ستريكتير ايتيراتيف نحكي على البوكل ريبيتي والطونفو والبور. باهي شنو الفرق ما بيناتهم؟ خلينا نبدو بالبور اسهل الواحد. البور لازمك انت تعرف النومبر ديتيراسيون اللي قداش باش تخدم المار باش نكون واضحين. يعني مثلا نجي نقولك افيشي لي ميساج بونجور 10 فوا تعرف قداش باش تافيشيه انت
تعرف كيفاش باش تافيشي قداش مره باش تافيشي 10 مرات الميساج بونجور دونك سي تان بوكل بور اوتوماتيك تخمم في البوكل بور في الريبيتي و تان كو لا ما تعرفش النمبر دو ريبيتيسيون دونك هذه هي اول ديفيرونس ما بيناتهم واضح دونك وقت اللي تعرف انت النمبر دو ريبيتيسيون راك باش تستعمل بوكل بور ما تعرفش راك باش تستعمل ريبيتي ولا تان كو بيك لهنا قلت ستركتير ايتيراتيف و ستركتير ريبيتيتيف و ستركتير ا كونديسيون دري نجم نحط لهنا عندها اسم اخر زادا والا ستركتير ا كونديسيون دري باهي بيرمتون دو ريبيتي ان تريتمون ان سيرتان نومبر دو فوا بيرمتون ولا بيرمت دو ريبيتي لان مادام فيها ريبيتيسيون راهي باش تعاود permettant de permettre de répéter un traitement un certain nombre de fois. Oui. Le boucle pour le forme entière pour l'algorithme que je t'ai donné. Tikte pour le i là هنا c'est un compteur تسميه اللي تحب انت مش لازم عليك تسمي i. هذا اللي قاعد اللي باش يتحرك المره الاولى باش ياخذ فالور انيسيال المره الثانيه باش يزيد بلس 1 بلس 1 بلس 1 دونك انت لهنا مخير الاي نتاعك سمي جي كا ال ام تي اللي تحب انت اي حاجة المهم سي تان كونتر او البارامتر فور الكونتر نتاعك باش تحدو دو فالور انيسيال ا فالور فينال الفالور انيسيال منين باش يبدا والفالور فينال وقتاش باش يكمل واضح باش نشوفو امثلة والبا نتاعك البا نتاعك شنو هي البا البا هي كل مرة قداش باش تزيدك الكونتر اي المرة الأولى مثلا نفترض حطيته صفر كيما ليكزومبل لهنا يا جماعة شوف ليكزومبل بور اي دو 1 أ 5 شوفوا لهنا الإي منين باش يبدا الكونتير نتاعنا هو الإي منين باش يبدا باش يبدا من الواحد ويكمل في الخمسة دونك الفالور انيسيال الفي إي بتاعو هذا الفوقاني في إي هو شنو الـ 1 والفي إف هو 5 دونك لهنا البا البا اللي حطها لك لهنا هي شنو بار ديفو بلس 1 البا بار ديفو كيما تحطش انت ما تحددش البا نتاعك سي ايتيغال ا 1 اش معناها با معناها الفالور اي نتاع الكونتر اي من الاول شنو باش ياخذ ال 1 ولا الفالور جي بلس 1 1 بلس 1 باش تولي ب 2 من بعد 2 بلس 1 تولي ب 3 3 بلس 1 4 4 بلس 1 5 جيسكا يوصل ل 5 ويحبس هذاك لانه الفالور فينال واضح وبديش وشنو اللي الحاجه اللي باش يعاودها هنا في الاكزامبل نتاعنا باش يعاود هيك الاكري الميساج هذا باش يعاودو قداش من مره باش يعاودو النمبر دي تيراسيون اللي موجوده في البوكل بور ب لهنا في كيما كنخدم بيتون تسمي لي تولي لي الفالور فينال لهنا واضح في البيتون ينقص مي في الالغوريثميك ما نعملوش اكسكلو الفالور نتاع السانك يعني كي نقولوا نعمل الان السانك راني باش نكمل في السانك مي كي نبدلها في البيتون حاجتي من السانك نحط 6 باش لانه في البيتون ينقص واحد دونك الفالور في البيتون هو اللي اكسكلو مي في الالغوريثميك لا بي دونك لهنا سنعطيكم مثال اكزامبل نتاع بالطبيعة في لي سوشين نحنا تو نحكو على لي بوك شنو دخلنا في ال باهي تو كي نجي نقول لك افيشي لو ميساج بونجور 10 فوا شتكتب فور فور اي 2 الكونتير نتاعي سميتو اي انت تحب تسميه اي جي اللي تحب مخير مش لازم عليك فور مش لازم عليك الاي فور اي دو زيرو نبدو من زيرو نجم تعمل اي فالور اخرى الفالور انيسيال مش لازم عليك زيرو مي اون جينيرال ان شاء الله غدوه نهبط هالسيونس فور اي دو زيرو ا هل اني مادامني بديت من الصفر باش يجي نومبر ديتيراسيون تتعاود الفور 10 مرات من نص نوصل للتسعة ما نوصلش للعشرة كان بديت من الواحد نكتب 10 يا جماعة واضح فير شنو باش نعمل الميساج بونجور اللي قلت لكم نحب نعاودو برشا 10 مرات تكتب اكري بونجور كيفاش نافيشي نافيشي بكلمة اكري
وشنو الميساج باش نافيشي بونجو فان بور شنو البور شنو باش تعمل البور باش تشد تعاود لي 10 مرات الميساج بونجو واضح تافيشيهو لي على ليكرون 10 مرات كلمة تعمل لي كلمة بونجور لهنا وتحتها بونجور وانت ماشي جيت كاد كمل 10 مرات في الافيشات هذه بالنسبة للبوك البور باختصار يعني اذا عندك نوبر ديتيراسيون انت تعرف مثلا في التابلو انتم كي قريتوا عنه باش تعدي تابلو يقول لك راو التايم تاع التابلو هو ان باش تكتب له انت تمشي تكتب له بور اي دو زيرو ا ان موانز ان بور اي دو زيرو ا ان موانز ان في علاش عملنا ان موانز ان لاني بديت من صفر والان موانز ان ان شنو يمثل الان يمثل هو التايم تاع التابلو دونك مادامني نعرف التايم تاع التابلو شنو البوك اللي باش نستعملها في الرومبيساج في التابلو نستعمل بوك البور واضح دونك ديما اون جينيرال 99% في الرومبيساج نتاع لي تابلو راك باش تستعمل البوك البور تي واضح هذه بالنسبه للبوك البور نتاعنا عندكم الاكزرسيس 25 26 هذوكم باش تخدموهم المره الجايه ليه توا البيتون البيتون كيفاش تتحول نحنا ما نعملنا في الاكزامبل نتاعنا فور ايغو ان اديس فير والاكزامبل الاولاني عملنا فور ايغو زيرو ا نوف ليه نفترض وجيت في البيتون لهنا باش نعملها نخدمها في البيتون في التوني باش نكتب البور باش تولي فوق ان رينج ان رينج الرينج منين لمنين الرينج عندنا الفالور انيسيال نتاعنا هاني باش نعطيك لي بارامتر فالور انيسيال والفالور فينال اللي باش توصل له والبا تروا بارامتر في الـ في الـ في البيتون دونك الفالور انيسيال كي نبدل لك البور اي دو 0 انا الفالور انيسيال هو 0 ولا الفالور فينال هو 9 مي كي نكتب له 9 في البيتون ما يوصل لي لل 8 ما يحسبليش الفالور هذاك دونك نحط له 10 باش كي ينقص هو يجي في 9 والبا يا جماعه اذا ما حطيتوش البارامتر الثالث البا يمشي لي بالان بار ديفو ماني قلت لكم الفا ايجال ان يعني ايش معناها فور اي ان رينج سامبل الكونفرنسي فور اي ان رينج يعني الكوتر هو يبدا من صفر ويوصل للتسعة كي ما نحطش البا نكتب هك كي نكتب هكا واحد ايش معناها راني حددت البا نتاعي ايجال ان كي ما نحطهاش بطبيعتها هي في الان بار ديفو نفترضوا نحب نبدلها تو نبدلوها بعد مع بعض خلينا نشوف الاكليكسيون تاع هذه print الاكرير باش تولي print bonjour ونعمل الاكزيكسيون تاعي شفتوا لهنا اش عملكم عملت لافيشاج كان نحسبهم كان نلقاهم قديش 1 2 3 1 2 3 6 7 8 9 10 هاو نوجو 10 بالرغم كتبت هنا 10 كي نحسبوا نحنا من 0 لل 10 تجينا 11 دونك هو ناقص لي 1 واضح باهي هذه الاولى كي نكتب له ان بعد 10 ماني قلت لكم بار ديفو تمشي ان نفس الشيء باش يعطيك نفس النتيجه يا جماعه ها هي ها وين باش تعطيني 10 مرات علاش يعني اذا حطيت البا ولا ما حطيتهاش في الان هي نفس دونك كي نبدلها 2 تو اش معناها 2 معناها رب باش ينقص الاي من الاول باش تاخذ 0 البا قلت له البا ايجال 2 اش معناها معناها من صفر مش باش يمشي لك بلس 1 لا باش يمشي لك بلس 2 يعني 0 2 4 فهمتوا تو كيفاش 0 2 4 6 8 ويحبس يعني قداش باش يخدم مرة 0 2 4 6 8 يعني 5 مرات يعني 5 فوا بونجور موجود هاي حاجتي باش نكبر في البار نعمل 3 قداش باش يفيشي لي شافي لي صفر والتروا والسيس النوت مش باش يافي شيء ولا باش يافي شيء لا باش يافي شيء دونك باش يعمل لي كات بونجور المرة دي هاوين باهي صاي دونك هذه البا هذه الفالور اللي باش يوصلو لي في البيتون لازمك تزيد بليس ان باش كينقص هو يجي في بالضبط وهذا الفالور انيسيا هذه بالنسبة للبوك البوك
هكا نكونوا كملنا السيونس هذه تخدموا السيونس الجاي 25 زائد 25 و26 يا جماعة. هذوما مازال يحكي لك على الاكزرسيس موجودة زاد هذه أخدموها، أخدموا الاكزرسيس 27 زاد اكزرسيس 28 29 اي 30. هذوما الكل على لي بوك الفور، ومن بعد باش ندخلوا لي بوك الاخرين. واضح؟ يعني من الاكزرسيس 25 حتى لل 29. شكون عنده كيستيون يا جماعه؟